تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. كنا في حلقه سابقه فتحنا معكم ملف الهجره غير الشرعيه، وعرضنا الاعداد والزياده المضطرده للمهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب المتوسط ومن الدول الافريقيه، مرورا بدول جنوب المتوسط او شمال افريقيا الى الدول الاوروبيه عبر طبعا البحر الابيض المتوسط. وكنا قد بحثنا في موضوع هذه الزيادة يعني لا تقارن بالأعداد المسجلة في العام المنصرم 2014. الآن نحن أمام متغير الحقيقة جديد، محاولة لدول الاتحاد الأوروبي تمرير قرار داخل مجلس الأمن للتعامل عسكريا مع هذه القوارب التي تنطلق من دول جنوب المتوسط وتقل بالتالي المهاجرين غير الشرعيين، بل واستهداف أيضا الشبكات المنظمة لهذه الأعمال غير المشروعة بشكل أو بآخر. هنفتح الملف من زاوية أخرى ومتغيرات جديدة وتصريحات جديدة لقادة دول الاتحاد الأوروبي في هذه الحلقة من الاتجاه شمالا. ولكن لدينا متابعة أخرى لتطورات الأوضاع في أوكرانيا مع تصريحات جديدة للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اللي قال فيها إن بلاده في حرب مع روسيا. فاصل ونعود. دائما نبدأ بأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن الأوروبي على مدار أسبوع كامل. البداية من روسيا، مجلس النواب الروسي صادق على قانون يحظر على المنظمات غير الحكومية الأجنبية وأيضا الدولية العمل في البلاد إذا اعتبر أنها تمثل تهديدا على النظام الدستوري أو الدفاعي أو الأمني الروسي. يتيح القانون الجديد فرض حظر على العمليات التي تقوم بها أي منظمة غير حكومية في روسيا، ويعلن الإدعاء العام أنها غير مرغوب فيها، بل ويفرض عقوبات مالية وعملا قسريا وقيودا على تحركاتهم، بل والسجن لمن يصل إلى 6 سنوات لهذا الانتهاك. صدق المجلس على القانون في ثالث وآخر قراءة له، ومن المتوقع أن يحصل على الدعم اللازم من مجلس الاتحاد وأن يوقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. متابعة أوروبية أخرى، الأمير تشارلز يلتقي بجيري آدمز زعيم طبعا الشين فين خلال زيارته إلى أيرلندا التي تستمر 4 أيام. جيري آدمز كان بين مجموعة من السياسيين اللي التقوا بالأمير لتحياته في حفل استقبال في جامعة أيرلندا الوطنية. الاجتماع يعد هو الأول من نوعه في أيرلندا بين زعيم شين فين وأحد أعضاء الأسرة المالكة، وقال آدمز إنه يأمل أن يساعد الاجتماع في عملية المصالحة بأيرلندا الشمالية. نتحول إلى ألمانيا. سائقوا القطارات في هيئة السكك الحديدية الألمانية دويتشا بان وسعوا نطاق إضرابهم عن العمل ليشمل أيضا قطارات الركاب في إضراب، تقول النقابة إنه يمكن أن يكون أطول إضراب عمالي على الإطلاق في ألمانيا. سائقو قطارات الشحن بدأوا الإضراب أمس، وترفض النقابة تحديد موعد لانتهاء الإضراب، حيث تقول إنها ستعلن موعد انتهاء الإضراب قبل ذلك ب 48 ساعة حتى يتمكن الركاب والشركات من ترتيب أمورهم. كلاوس فيسيلكي رئيس النقابة قال إن الإضراب سيستمر أكثر من الإضراب السابق الذي استمر 6 أيام وانتهى في 10 مايو الحالي ليصبح أطول إضراب في التاريخ. طيب، نبدأ حوارنا أو موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة من اتجاه شمالا، الهجرة الشرعية غير الشرعية وأيضا المتغيرات الجديدة والتحديات أمام كل من دول الاتحاد الأوروبي وأيضا دول جنوب المتوسط اللي بتشهد حالة من الاستقرار غير
بتشتهر حالة من عدم عفوا الاستقرار المستمر، على رأس طبعا هذه الدول ليبيا، وبتصدر قائمة الدول اللي بتخرج منها قوارب المهاجرين غير الشرعيين. هناك أيضا من الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينسي بيتهم دول الاتحاد بالتراجع عن التزاماتها بقبول حصة من طالبي حق اللجوء، وقال إن عليها على بقية الدول يعني أن تظهر جدية في حل مشكلة المهاجرين في البحر المتوسط. في المقابل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يقول أن حصص المهاجرين في أوروبا هو أمر غير وارد، برضو توزيع الحصص بهذا الشكل بين المهاجرين اللي بيصلوا بقى إلى الشواطئ الأوروبية أمر سنناقشه أيضا في هذه الحلقة. ولكن خلونا نتابع هذه الرسالة من العاصمة البلجيكية بروكسل حوالين اجتماع وزارة الخارجية وأيضا الداخلية من أجل وضع صياغة تمر إلى بوابة مجلس الأمن من أجل مكافحة أو ضرب القوارب الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية. نتابع هذه الرسالة. الاجتماع المشترك لوزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل يبدأ في كتابة كلمة النهاية لتجارة الهجرة غير الشرعية، فقد توافقت الدبلوماسية مع رؤساء الجيوش الأوروبية على إنشاء بعثة عسكرية بحرية لتعقب مهرب البشر على السواحل الليبية، كما تم الاتفاق على أن تكون العاصمة الإيطالية روما مركزا للبعثة. عمل البعثة سيقسم إلى 3 مستويات. المستوى الأول يشمل التوافق على تقصي المعلومات وتحديد أماكن وآليات عمل المهربين. المستوى الثاني اعتراض القوارب التي يعتقد أنها تتاجر بالبشر داخل المياه الإقليمية الليبية وتفتيشها. أما المستوى الأخير فهو تدمير قوارب المهربين قبل أن تتحرك من السواحل الليبية، وهو ما يحتاج إلى موافقة الأمم المتحدة تحت الفصل 7. لقد توصلنا إلى اتفاق على البعثة البحرية في زمن قياسي. أتمنى أن تنطلق العملية في يونيو القادم بعد الحصول على قرار من مجلس الأمن تحت الفصل 7. الهدف ليس تدمير القوارب كعمل بحد ذاته، بل تدمير نموذج عمل المهربين. بدوره انتقد البرلمان الأوروبي بعبارات شديدة اللهجة الاتفاق المبرم، واعتبروه إعلان صريح عن فشل الدبلوماسية الأوروبية. كما نالت المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني مهندسة الاتفاق انتقادات شخصية من البرلمانيين الذين اتهموها بأنها تعمل لصالح بلدها الأصلي إيطاليا وليس لصالح الاتحاد الأوروبي ككل. إن محاولة التصدي للمهربين عسكريا تخفي في طياتها شعورا أوروبيا بالعجز. إن عملية عسكرية بحرية بالشكل المطروح سواء بموافقة أممية أم لا لن تردع المهاجرين عن سلوك طرق خطرة للهروب من الحروب والمآسي، كما إنها لن تسني المهربين عن اتباع طرق بديلة لجني مزيد من الأرباح. فقط يبقى القول إن الفصل 7 الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تمرير الاتفاق من خلاله في الأمم المتحدة هو الفصل المتعلق بأحقية مجلس الأمن الدولي اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وتدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن، في حال رأى المجلس أن هناك حالات تهديد للسلم والإخلال به ووقوع العدوان. بعد أكثر من 20 عاما من الفشل الأوروبي في إيقاف النزوح غير الشرعي عبر المتوسط، وبعد أن امتلأ البحر بالضحايا الباحثين عن حياة أفضل، يتحول الآن الصراع بين أوروبا وتجار البشر إلى صراع عسكري صريح في محاولة أوروبية هي الأخيرة لإيقاف هذه التجارة. مجدي يوسف لبرنامج الاتجاه شمالا، بروكسل.
ويسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقه من اتجاه الشمال الدكتور ابراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجره واللاجئين بالجامعه الامريكيه بالقاهره. مساء الخير يا دكتور. معلش اطلنا عليك شويه، ولكن خليني ابدا مع حضرتك الاول في رؤيتك العامه لتعاطي دول الاتحاد الاوروبي ومدى جديتهم في فعلا حل ازمه او مشكله الهجره غير الشرعيه. يعني أنا أفضل مصطلح الهجرة غير المنظمة أو غير المنظمة غير الشرعية لأسباب عديدة يمكن أن نرجع إليها فيما بعد. لا طبعا الاتحاد الأوروبي جاد من وجهة نظره أنه يريد طبعا أن يعفي نفسه من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئه، ولكن السؤال الحقيقي هو إن كان المنهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي هو منهج سليم أم لا. مثلا كما تفضل الزميل الذي عرض الموضوع، هم يريدون في الحقيقة محاربة المتجرين بالبشر، ويريدون إغراق قوارب هؤلاء المتجرين بالبشر. هل هذا علاج؟ هي يا دكتور القوارب دي بتقل المتجرين او المتاجرين ولا هي بتقل المهاجرين نفسهم؟ هم لا يريدون ضربها وعلى ظهرها المهاجرين، هم لا يريدون هذا. لا هم لا يريدون هذا، هم يريدون ضربها وهي خاليه من المهاجرين قبل ان تغادر. كيف؟ قبل ان تغادر. انا بقول لك انا اللي بنتقد يعني انا انتقد. فهذا في الواقع كل ما يفعله هو انه يحرف ويجعل طرق الاتجار بالبشر تتحول إلى طرق أخرى. فبدل مثلا من أن تصدر من ليبيا ستصدر من أقصى الغرب، ستصدر من غرب إفريقيا عن طريق مثلا جزر الكناري مثلا، أو يمكن أن تسلك طريقا آخر بريا عن طريق تركيا ثم تعبر إلى اليونان. ففي الواقع بهذا المنهج لا يوجد علاج حقيقي لمسألة الاتجار بالبشر ولا لمسألة الهجرة غير المنظمة. ثم دعينا نضع الموضوع في إطار أوسع. أنا لا أدري إن كنت قرأتي الصحافة اليوم وأمس أو لا، ولكن في المحيط الهندي، أيوة البخيرة اللي قبلت السواحل الإندونيسية واللي حصل مشكلة ما بين مهاجرين من دولتين أسيويتين من ميانمار أساسا. ميانمار أساسا هم أيوة تبعتها، هم من الأقلية المسلمة يعانون من الاضطهاد، فيريدون عن طريق بنغلاديش يريدون الوصول إلى إندونيسيا. فهذا وضع شبيه جدا. هل تضربين ماذا تفعلين في هذه الحالة؟ المسألة أوسع بكثير من ذلك. ثم هناك أيضا عبور الحدود ما بين المكسيك والولايات المتحدة، ماذا تفعلين؟ أيضا إطلاق الرصاص، يعني وبالفعل هذا حدث أيضا، هذا ليس علاجا. الهجرة غير منظمة هذه لها أسباب، لها أسباب سياسية ولها أسباب اقتصادية. طيب قبل الأسباب يا دكتور، يعني عشان نقفل نقطة نقطة من وجهة نظرهم هم في الخطة المطروحة من قبل الاتحاد الأوروبي، هل التركيز على هذه المنطقة من وجهة نظرك للأعداد اللي زادت خلال عام 2015، يعني ما يقولك أنه في أكتر من 1750 مهاجر قتلوا في عرض البحر المتوسط من بداية هذا العام اللي احنا لسه ما وصلناش لنصفه، يعني احنا في الربع الأول من عام 2015، هل ده اللي دفع فعلا الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بهذه الصورة؟ يعني يمكن أن تقول ذلك طبعا، ولكن المسألة هل هو تحرك سليم أم لا؟ وأنت تجدين أنه في الاتحاد الأوروبي نفسه في البرلمان الأوروبي مثلا يوجد اعتراض على ذلك. الأوروبيون كثيرون الذين اعترضوا على ذلك وكتبوا ذلك في الأيام الأخيرة. وطبعا هذا مما ينبغي تحياته أيضا، أن هناك اتجاهات في داخل أوروبا تعارض ذلك، لأن هذا ليس سبيلا. الواقع أن هناك أسبابا سياسية واقتصادية وراء التدفقات التي تريد أن تذهب. يعني في الاقتصاد يقولون أن عوامل الإنتاج تريد أن تجتمع مع بعضها البعض، فعامل الإنتاج رأس المال موجود في دول الشمال، فعامل العمل الذي لا يسمح له بالانتقال
بشكل قانوني هو يحاول أن يصل وأن يخترق الأبواب الموصدة لكي يصل إلى رأس المال هذا. فماذا نفعل؟ هل تؤدي إلى خلق فرص عمل كافية وبمردود كافي بحيث يبقى الناس في بلدانهم ويهاجر من يهاجر؟ يعني الهجرة بس بطريقة قانونية وليس فقط بطريقة قانونية. المهم المهم قبل أن نتحدث عن القانون بطريقة آمنة وسالمة وتحفظ حياة البشر، هذا هو الشيء الأهم. نحن لا نتحدث عندما ندرس الهجرة، نحن نتحدث عن الهجرة ولا نتحدث عن هجرة شرعية ولا غير شرعية. الغير الشرعية هذه أو غير المنظمة ترجع إلى سياسات، فنحن لابد أن نحرص على حياة الناس أولا بكل تأكيد. طيب أنا هنتقل مع حضرتك إلى نقطة أو جزئية أخرى تتعلق بالدول الأوروبية اللي بيصل إليها المهاجرون بطريقة غير قانونية. كانت بتتعامل في السابق معهم إزاي؟ لأن ده هيوصلنا إلى الخلاف الدائر حاليا بين الزعامات الأوروبية حول موضوع الحصص وتقسيم حصص المهاجرين غير القانونيين أو غير الهجرة غير المنتظمة. لكن أنا هطلع لفاصل إعلاني وهرجع في هذه النقطة. بنك مصر دايما بيفرح المصريين، بيقدم 95 عربية بمناسبة عيد 95. احصل على قرض او كارت ائتمان او شهادة وادخل معنا السحب. بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. طيب دكتور ابراهيم، كنا بنتكلم، عايزة يعني ناخد فكرة واللي بيتابعونا ياخدوا فكرة، الدول الأوروبية كانت بتتعامل إزاي مع اللي بيصلوا بالفعل بطرق غير قانونية إلى شواطئهم، يعني غير اللي بيلقوا مثلا بقى حتفهم في القوارب، ولكن هناك مجموعات بتصل فعلا، التعامل معهم بيكون إزاي؟ بيعتبروهم لاجئين؟ على أي أساس بيعيدوا بعضهم إلى موطنهم الأصلي؟ وإزاي بيقننوا أوضاع آخرين؟ يعني أنت على حق طبعا، يصل الكثيرون يصلون إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي. طبعا أول مما فعله الاتحاد الأوروبي هو أنه أنشأ قوة لحراسة حدود البحرية، سواء حدود البحرية هذه هي فرونتكس، الوكالة الأوروبية لحماية الحدود البحرية، وهي تدور في دوريات في البحر المتوسط لمحاولة الحيلولة دون أن تصل القوارب إلى الشواطئ الأوروبية. بعد ذلك عندما يصلون فهم يعتجزونهم في مراكز هو أنه يبحث طلب اللجوء في أول بلد يصل إليه اللاجئ أو من يعبر المتوسط سواء كان لاجئاً أو، فمثلاً إذا وصل إلى أوروبا عفواً إلى إيطاليا فإن طلبه للجوء يكون يبحث إيطاليا. في إيطاليا تمام. إذا وصل إلى اليونان يبحث في اليونان، في اليونان. حتى إن كان يريد أن يذهب إلى بلد أخرى. تمام. فمن هنا نشأت الحزازات فيما بينهم، لأن هناك بعض البلدان، طبعا البلدان المتوسط هي التي معرضة أكثر، فتجد أن إيطاليا واليونان ومالطا هي أكثر بلدان يصل إليها. طبعا مالطا بلد صغيرة للغاية، جزيرة بالضبط. فطبعا العبء عليها، العبء بين معقوفتين، كبير جدا. وبالتالي من هنا نشأت فكرة، طبعا يعني أنا لا أريد أن أطيل عليك في ذلك، ونشأت الفكرة أخيرا عند الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جون كلود يونكر بأن يتضامن أو تتكافل البلدان الأوروبية فيما بينها، فيوزعوا المهاجرين أو اللاجئين عندما يصلوا في تدفقات كبيرة
يوزعوهم على بلدان الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الحالة يصبحون من طالبي اللجوء ويبحث في بلدان تسرول إليها. يعني هذا ليس معناه أنهم سيعطوا حق اللجوء. هذا ليس معناه ذلك. فقالوا نوزعهم على أساس الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة. لكل دولة على أساس حجم السكان فيها. على أساس معدل البطالة فيها. ثم أضافوا أيضا على أساس سابق استقبالها لأعداد أخرى. فكثيرون رحبوا بهذه الفكرة. وآخرون اختلفوا أو منعوا. الذين رحبوا في الواقع طبعا إيطاليا لا شك أنها رحبت. ولكن أنا أقصد الذين رحبوا كثير من دارسي الهجرة أو كذا. ولكن الدول الأوروبية فرنسا اعترضت اعتراضا شديدا. المملكة المتحدة والدنمارك وإيرلندا هي أساسا أخرجت نفسها منذ عدد من السنوات من ما يتعلق بسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي. فرنسا اعترضت، المجر اعترضت، بولندا اعترضت. فستجد إذن أن هناك اختلاف فيما بينها. وهذا يرجع ليس جديدا، يعني الاتحاد الأوروبي منذ نهاية التسعينات عنده قرار بتوحيد سياسة الهجرة، أن تكون سياسة الهجرة سياسة واحدة في الاتحاد الأوروبي كله. لم يستطع الاتحاد الأوروبي ذلك، وما زالت الهجرة هي من اختصاص كل دولة. بعض المبادئ العامة يتفقون عليها، ولكن قرار من يجيء أو من لا يجيء، أعداد الذين يجيئون خاص بكل دولة. طب قول لي يا دكتور، يعني الآن بحسب كلام حضرتك انه بيتم البحث او النظر في ملف كل طالب لجوء على حدة. طيب اولا على اي اساس بيمنحوهم اللجوء؟ هل مثلا على مدى عدم الاستقرار اللي بيشهدوا موطنهم الاصلي على سبيل المثال؟ وفي الحالات دي بيبقى اللجوء مثلا ايه بقى، سياسي ولا اضطهاد، ولا مثلا جايين من بلد فيها حرب طائفية بما اننا بنتكلم على قارة افريقيا كلها؟ ده سؤال. السؤال الثاني، طيب اللي ما بيوافقوش على هذا الطلب هل بيعيدوه على نفقاتهم الخاصة الى موطنهم الاصلي؟ لان دي ساعتها برضو هتبقى مشكلة تاني. طبعا هو في معايير لتحديد من هو اللاجئ في اتفاقية 1951 شأن وضع اللاجئين، وهذه الاتفاقية التي تحدد المعايير التي تنطبق على من هو المهاجر الذي يتعرض لاضطهاد لسبب أسباب تتعلق بالعنصر أو العرق أو القومية أو الوطن أو الجنسية أو الدين أو إلى آخره. فهم يحددون على 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 أساس ذلك من لا 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 يقبل لجوء، والذين يقبل لجوء محدودين جدا. دول اللي عايزين يقسموهم ويعدوهم حصص وكده، لكن عددهم بيعتبر في النهاية مش كبير. عددهم وطبعا في هذه الحالة أنت لا تعرفين من هو اللاجئ ممن هو المهاجر. طب واقع يعني أكيد في معلومات هتبقى. وبالمناسبة يعني المهاجر ليس أقل بؤسا من اللاجئ، لأنه يهرب من ظروف اقتصادية وكثير من معاناة. الناس يحتجون بالأسباب السياسية، ولكن في الواقع هم مواجهين أسباب اقتصادية. ونحن نعلم أن هناك في سياسات البلدان تمييزا بين الأسباب السياسية والأسباب الاقتصادية. مثلا إذا نظرت في مجال آخر تماما بين تعامل الولايات المتحدة مع من يجيء إليها من كوبا أو من هايتي مثلا. من يجيئون من هايتي لأسباب اقتصادية فهؤلاء يعادون ولا يقبلوا، من يجيئون لأسباب سياسية يرحب بهم لأن هذا يدخل في إطار الصراع السياسي. فإذا المسألة ليست سهلة. على أي حال، من لا يقبل بيعاد إلى بلده. المهاجرين أيضا، المهاجر غير المنتظم في وضع غير منتظم يعاد إلى بلده. أحيانا بيعاد إلى بلده بإغراءات، أحيانا بيعطى مساعدات لكي يعود إلى بلده وينشئ حياة لنفسه وينشئ عملا لنفسه إلى غير ذلك. ولكن واضح أن هذه السياسات عاجزة عن تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي. لا أقول، لا أحكم إن كانت هذه الأهداف سليمة أم لا، ولكن عاجزة عن تحقيق هذه الأهداف. وبالتالي المسألة أوسع كثيرا جدا. المسألة ليست مسألة
عدد من المهاجرين أو عدد من اللاجئين يذهبون إلى هذه البلد أو تلك. المسألة أكبر وتتعلق في الواقع بالنظام الاقتصادي العالمي، بالنظام السياسي العالمي الذي ينتج بؤسا، ونتيجة لهذا البؤس يتحرك الناس، والناس سيتحركون. يعني ثقي أن الناس سيتحركون، الناس كل الأمر أنه قد يكون على تكلفة، سواء على تكلفة مادية أو على تكلفة. من الذين سيتحركون يا دكتور؟ أفهم؟ من الذين سيتحركون؟ هؤلاء الناس، هؤلاء البائسون الذين لا يجدون في بلدانهم. في بلدانهم يعني. طبعا طبعا. طب هي الشعوب اتحركت في ثورات الربيع العربي في بلدانهم، ولكن الكثير من الدول ما زالت تشهد ظروفا اقتصادية طبعًا وسياسية طبعًا غاية في الصعوبة طبعًا، برغم ان هم اتحركوا يعني طبعًا الناس اتحركت طبعا. خلي بالك حاجة، يعني اغلب الذين يحاولون عبور المتوسط ليسوا من بلدان جنوب المتوسط طبعا. جزء يعني منهم يوجد نمو كبير في اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول الى، ويعني لسنا بحاجه الى الحديث عن مأساة سوريا ومأساة طبعًا الشعب السوري والى اخره. فهم يحاولون الوصول، وطبعا ولكن مثلا التوانسة مثلا لم يرتفع عدد من يحاولون الهجره منهم. مصر مثلا في وجد، انما ليست الاعداد هائله. هي الاعداد زادت من ليبيا، وربما تكون ليبيا دوله عبور. مزبوط. يعني ممكن يكون يعني ليسوا ليبيين بالدوره. تمام. ليسوا ليبيين بالدوره. لا وغالبا هم ليسوا ليبيين ولكن هي نتيجه برضو اوضاع امنيه وسياسيه غير مستقره وحركات ارهابيه وجماعات ارهابيه داخل ليبيا. هذه حجه الاتحاد الاوروبي ان هناك فراغا في السلطه، وبالتالي طب هو من اللي تسبب في هذا الفراغ برضو يا دكتور؟ يعني طبعًا هي حجتهم. طب هو مين اللي ادى الى هذا الفراغ يعني؟ معلش بس هذا موضوع اخر. انا ثاني يعني هذا موضوع اخر يعني. وبالتالي عصابات الاتجار في البشر تستغل هذا الفراغ في السلطه، ولكن ان لم يكن يوجد فراغ هذه العصابات ستجد مجالا اخر، وسترتفع التكلفه كل ما في الامر. فهذه هذا ليس علاجا يعني. والواقع انه تصور انك ان ضربت هذه القوارب، وبالمناسبه السلطات الليبيه، الحكومه الليبيه الشرعيه في شرق ليبيا في طبرق، قالت وهي على حق في الواقع ان كثير من هذه القوارب ربما كانت قوارب صيادين اسماك. وهذا يحدث بالفعل يعني. مثلا في غرب افريقيا تستخدم قوارب. طيب لماذا يا دكتور من وجهة نظرك؟ لأنه يعني كثيرون يتوقعون حضرتك منهم ولا الحقيقة منهم أنه تمرير هكذا قرار من داخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لضرب القوارب، وبعدين نقول ان احنا هنضرب الشبكات اللي بتساعد هؤلاء على الانطلاق باتجاه المتوسط، ونطلع في الاخر احنا بنضرب الناس نفسها. فيعني هذه الامور ربما تاخذ وقتا، وربما ترفض بشكل كبير، خاصه اذا واجهها كمان فيتو من روسيا والصين. إنما ماذا بوسع الاتحاد الأوروبي أن يفعله في هذه القضية إذا لم يمرر هكذا قرار من داخل مجلس الأمن؟ هل مثلا يتجه نحو دعم الحكومة مثلا أو الجيش الليبي أو مؤسسات الدولة الليبية والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا لضبط على الأقل الحدود؟ يعني ما هم لو ضبطوا الحدود مع الدول الإفريقية المختلفة جنوبا مثلا، ربما يكون ده أحد الحلول، ومن ثم كمان ضرب الجماعات الإرهابية اللي الناس بتسيب البلد يعني بس هو الحقيقة أنا عندي تحفظ على اعتبار أن المسألة كلها ترجع إلى فراغ السلطة في ليبيا، وكأنما إن لم يكن يوجد فراغ السلطة في ليبيا كانت هذه الهجرة انتفت. هذا غير حقيقي. انتفت؟ لا ربما ما تكونش زادت كده يا دكتور. هذا موضوع اخر زياده. انما هذه الهجره كانت موجوده. موجوده طبعا. وكانت هناك اتفاقات مع حكومه العقيد القذافي وبين ايطاليا، وبالتالي المساله موجوده من قبل ذلك. اما ان تريدي التحكم في الحدود بين ليبيا او بين بلدان شمال افريقيا وبين البلدان الافريقيه الواقعه على جنوبها، فهذا في الواقع ضرب من الخيال. لأن هذه مساحات شاسعة، ولا توجد حدود
ماديه في الواقع. والحركه عبر الصحراء يعني نحن لا ينبغي ايضا ان نقع في مطب او فق الاعتقاد بان هناك شمالا لافريقيا وان هناك افريقيا جنوب الصحراء. افريقيا واحده والصحراء لا تفصلنا، الصحراء تجمعنا. الصحراء تجمعنا، ليبيا بلد صحراء، الجزائر بلد صحراء، تونس بلد صحراء، المغرب بلد صحراء، ومصر ليست بعيدة عن الصحراء. فنحن بلدان في الصحراء أيضا، فليس هناك ما يميز بيننا وبين أبناء قارتنا في مالي أو في نيجر أو في تشاد أو في غير ذلك. ونحن لا نريد أن نصل تحت منظور الاتحاد الأوروبي إلى أن نعزز الحدود بيننا وبين البلدان الإفريقية الواقعة إلى جنوبنا، ولأن أولا لأن هذا سيفشل، ثانيا لأننا في الواقع في النهاية سنجد أنفسنا نقع بين الصحراء وبين البحر الأبيض المتوسط. هل هذا مصير نريده لأنفسنا؟ أن نعزل أنفسنا؟ الأوروبيون يريدون أن يقولوا نحن شيء وأنتم شيء آخر، ويريدوننا أن نقول أننا شيء وإفريقيا في جنوبنا شيء آخر أيضا، فبالتالي نصبح نحن وحدنا تماما في هذا العالم. والواقع أن هذا منظور خاطئ، لأن البحر المتوسط أيضا يصل بيننا ولا يفصل، والصحراء تصل بيننا ولا تفصل. طيب هنطلع لفصل آخر ونعود مرة أخرى لنستكمل هذا الحوار. بيفرح كل المصريين بمناسبة عيده 95 ب95 عربية. احصل على قرض او كارت ائتمان او شهادة وادخل معنا السحب، وهيفضل بنك مصر يخدم كل مصري باكتر من 500 فرع و13 الف موظف و1300 ماكينة ATM. بنك مصر احنا اللي عملناه من 95 سنة، واحنا اللي هنكمل معاه ايامنا اللي جاية. بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. طيب دكتور إبراهيم، زاوية أخرى وثالثة وقد تكون هي الأخيرة. الآن بحسب النقاش أنه الاتحاد الأوروبي سيفشل لا محالة في تمرير هذا القرار، أو حتى ظهرت هناك بوادر اختلافات داخل دول الاتحاد الأوروبي نفسه حول توزيع حصص المهاجرين إلى آخره. نحن أو الدول اللي بيمر بها أو بيخرج منها مهاجرون بطريقة غير منتظمة عاجزة ربما على ضبط هذه الأمور، لأن لديها ما يكفيها من المشاكل الاقتصادية والسياسية. هناك جهة الحقيقة ثالثة، هي المنظمات الدولية والأمم المتحدة التي تقف حتى الآن بالمرصاد لمحاولات الاتحاد الأوروبي لتبني هذا القرار من منظور حقوقي بحت، وانه يعني ما ينفعش ان احنا نستخدم الآلة العسكرية ضد هؤلاء الفارين من بلدانهم. اين هي ادوار هذه المنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة ومنظمات ايضا اخرى معنية بهذه الامور؟ هل بوسعها ان تحد حتى من الاعداد او تصل الى آلية لتنظيم هذه الامور؟ يعني طبعا الامم المتحدة، يعني طبعا نحن يعني ينبغي أن ننظر الأمم المتحدة على حقيقتها. الأمم المتحدة هي مجموعة دول، هي الأمم التي اتحدت، فمن بينها بلدان دول الاتحاد الأوروبي ودولتان منها من 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 الاتحاد الأوروبي عضوان في مجلس الأمن. ولكن الأمم المتحدة في الواقع أيضا لها مبادئ، والأمم المتحدة تعلم أيضا أمانة الأمم المتحدة من واجبها. الأمين العام من واجبها قد فعل ذلك، من واجبها أن يقول أن هذا في الواقع لن يكون علاجا لتهديد السلم والأمن الدوليين، وإنما هو في حد ذاته يمكن أن يكون إخلالا بالسلم والأمن الدوليين إن عسكرت النزاعات والمواجهات الاقتصادية والاجتماعية. لا ينبغي أن عسكرت كل مواجهة. في الواقع أن ما تفضلت به عضو الاتحاد الأوروبي التي كانت تتحدث منذ قليل صحيح، هو في الواقع
هذه مبادرة تكشف عن عجز السياسة الأوروبية، ولكن هذا العجز هو في الواقع لابد من النظر إليه في جذوره، وهو عجز يرجع في الواقع إلى أنه بعد 60 عاما من تصفية الاستعمار ما زالت البلدان الإفريقية، اقتصادات إفريقيا لا تقوى على إنشاء فرص عمل كافية وفرص عمل مجزي يبقى بالأفارقة في بلدانه. والشيء نفسه بالمناسبة، أنت تعلمين أنه من ضمن التدفقات تجدين مواطنين من بنغلاديش مثلا يجيئون ويمرون من بلداننا أيضا، بلداننا أيضا لا تخلق فرص العمل الكافية وبمردود كافي. وبالتالي بس في دور بيقع على البلدان نفسها برضو يا دكتور، يعني هي يعني الاتحاد الاوروبي هيقول لك ما انا كمان عندي ازمات اقتصاديه، معك حق، وعملت توسعه اخيره وصلت ل 28 دوله، وعندي اوروبا الشرقيه او دول اوروبا الشرقيه، ففي جزء برضو بيقع على البلدان يعني مش لا بالتاكيد، بس ولكن المسؤوليه جماعيه. جماعيه بمعنى ان النظام الاقتصادي الدولي هو نظام معطوب في الواقع، وبمناسبه يعني تجد مفارقات، يعني تجد الاتحاد الاوروبي في نفس الوقت بلدانه في حاجه الى عمال، العمال اجانب في نفس الوقت، ولكنهم طبعا يريدون انتقاء من يذهب اليه. يعني انت ذكرتي بلدان شرق اوروبا، بلدان شرق اوروبا لا يوجد فيها بشر في الواقع، هي معدلات النمو السكاني فيها ضعيفة للغاية، بل هي في تناقص، وهذا ينطبق على بلدان أوروبية أخرى، وبالتالي قوة العمل الأوروبية في تناقص وهم في حاجة إلى، فكيف تفكرين في كل ذلك؟ المسألة معقدة ولا تعالج بمجرد إطلاق النيران على قوارب يمكن استبدالها قوارب جديدة بها، أو يمكن أو غالبا ده اللي هيحصل يعني مش يمكن طبعا. فبالتالي يعني كما تفضلتي يمكن أن تمارس روسيا حق النقد، يمكن أن تمارس الصين حق النقد، ولكن حتى لو مر القرار لن يكون علاج، لن ينجح في علاج الظاهرة، قد ينجحوا الأمل ضعيف جدا في أن يمر، ولكن حتى إن مر وحتى إن نفذ ستتفاقم المشكلة ولن تحل. ربما عليهم أن يبحثوا فعلا في سياسات جديدة باتجاه هذه الدول للهجرة المنظمة أو مضبوط الهجرة. معك حق وعمليات تدريب مثلا مضبوط. من خلال البرامج المشتركة مضبوط. مع هؤلاء الدول مضبوط. حتى تكون هذه العمالة مدربة مضبوط. بشكل مضبوط. كافي يعني. مضبوط. إضافة إلى سياسات اقتصادية وسياسات إنمائية حقيقية في داخل البلدان. يعني لابد من تنشيط الاقتصاد، وهذه مسألة ستكون طويلة الأجل، ولكن بالتأكيد لابد لها من بداية توجه النظام الاقتصادي الدولي. انظري إلى كما تفضلتي إيطاليا في مشكلة عويصة، اليونان في مشكلة عويصة، إسبانيا في مشكلة، البرتغال في مشكلة عويصة، الاقتصادات المتوسطية بالذات في حالة سيئة للغاية. فيعني أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم عوض مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية، شرفتنا يا فندم جدا في هذه الحلقة من اتجاه شمالا. سريعا جدا نذهب إلى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اللي صرح أن بلاده في حرب حقيقية الآن مع روسيا، بل ودعا شعبه إلى الاستعداد لهجوم روسي على بلادهم. بيترو بوروشينكو يقول إن الهجوم سوف يحدث هذا الصيف، وإنه لا يثق في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تصعيد خطير نتابعه من خلال هذا التقرير. في مؤشر على تعقد الأزمة بين موسكو وكييف، تصاعدت التصريحات العدائية بين البلدين خلال الأيام القليلة الماضية، فقد أعلنت أوكرانيا قطع التعاون العسكري والتكنولوجي مع روسيا، والتي نص عليها اتفاق عام 1993 بشأن التعاون العسكري التقني بين البلدين. وعقب اجتماع لجنة أمناء مجلس الأمن القومي لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أعلن نيكولاي باتروشيف الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي أن تزايد القدرات الهجومية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية لا يشكل تهديدا لموسكو فحسب، بل ولحلفائها أيضا. وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف وصف محاولات دعم الولايات المتحدة لقوى المعارضة في روسيا بأنه يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح لافاروف أن الولايات المتحدة اعتمدت قانونا أقره الكونغرس ووقع عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول دعم الحرية في أوكرانيا، لافتا
إلى أن هذا القانون يتضمن قسما يخص روسيا بنفس الصيغة تقريبا. وأوضح لافاروف أن واشنطن خصصت لدعم القوى المعارضة بروسيا نحو 60 مليون دولار، رغم أن بلاده حذرت الولايات المتحدة بأنها لن تسمح بمثل هذه الأنشطة. يأتي هذا بينما أعلن الكريملين أن روسيا ستتخذ إجراءات لحماية أمنها إذا ما أقدمت أوكرانيا على استضافة صواريخ دفاعية أجنبية. وأضاف المتحدث باسم الكريملين أنه إذا كانت القضية هي رغبة أوكرانيا في استضافة صواريخ دفاعية أمريكية، فبالطبع سيكون لذلك أثر سلبي، لأن ذلك سيشكل تهديدا على أمن روسيا. وتابع أن هذا سيتطلب اتخاذ إجراءات ثأرية من جانب روسيا لتضمن أمنها. وكان مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني قد قال إنه لا يستبعد مفاوضات بشان إمكانية نشر نظام دفاع صاروخي بأوكرانيا لمواجهة ما وصفه بالتهديد النووي الذي تشكله روسيا عليه. ميدانيا، ما زالت آلة القتل دائرة بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين بشرق أوكرانيا، بالرغم من إعلان وقف لإطلاق النار عقب محادثات سلام في مدينة مينسك فبراير الماضي. ومن جانبه أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو الأسبوع الماضي أن 83 جنديا أوكرانيا قتلوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. مباشرة من موسكو العاصمة الروسية دكتورة ثريا الفرة المحللة السياسية، تحياتي لك أولا دكتورة ثريا. ومن وجهة نظرك، ما هي خلفيات وأسباب هذا التصعيد من قبل الرئيس الأوكراني باتجاه روسيا؟ مساء الخير سيدي المشاهدين الأعزاء. بالتأكيد هذا شيء يعني لا نعتبره بالجديد. نحن نعلم بأن واشنطن هي دائما تحاول قدر الإمكان أن تضغط على موسكو بشكل أو بآخر، أو حتى بالتحديد على الكرملين. نحن نعلم بأن كل من هذين القطبين يتنافس كل منهما على مساحات جغرافية من بعض مناطق في العالم، وبالتالي ما تحاول أمريكا الآن ليس فقط السيطرة على مصالح معينة داخل الشرق الأوسط التابعة لروسيا، هي حتى الآن تحاول أن تحاصر كما يقال الحظائق الخلفية للبيت الروسي. فهي الآن تلعب منذ مدة، بالتأكيد منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا وما حدث من تغيير في الحكومة من ثم إقامة الحكومة الجديدة، لا شك بأن هذا يحدث منذ زمن. يعني هي ليست بالمفاجئة، أو هذه التغييرات أو هذه التحركات ليست مفاجئة، ولكن أنا أرى بأن واشنطن الآن في هذا الوقت تحاول تصعيد الأزمة الأوكرانية. يبدو بأن هناك مسائل أخرى يجب أن تحل. نحن نعلم بأن هذه الدول تتصالح على مصالح الآخرين أو على أراضي الآخرين. يبدو بأن واشنطن تريد أن تحصل على شيء، فهي تحاول أن الضغط على روسيا، ولكن في مناطق أخرى من العالم. الآن هي تتحرك في أوكرانيا بالتحديد. نحن نعلم بأن منذ مدة الإدارة الأمريكية في واشنطن عرضت إرسال مختصين أو خبراء في مجال العسكري لتدريب القوات العسكرية الأوكرانية. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية، تحاول قدر الإمكان الإدارة في واشنطن وبعض دول الاتحاد الأوروبي ضم أوكرانيا، ليس فقط إلى دول الاتحاد الأوروبي، وإنما أيضا تريد ضمها إلى الناتو، وبالتالي محاصر تماما ما يسمى بالحدود الروسية. يعني جعل روسيا بين فكي كماشة. يعني هي استطاعت أن تنفذ ما أرادته عندما فلتت من أيدي واشنطن جورجيا. الآن هي نجحت حقيقة بشكل كبير جدا وفعال في أوكرانيا، لهذا هي تتحرك بشكل قوي، تحاول الآن نشر قواعد عسكرية بشكل أو بآخر. نعم. إرسال جنود أمريكان لتدريب الجيش الأوكراني. الهدف طبعا من وراء هذا بالتأكيد هو الضغط على الدب الروسي ومحافظة الدب الروسي. لهذا روسيا ردت بشكل قوي. يعني اليوم كاجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان له اجتماع مع أعضاء الحكومة، وقال بأن حتى مسألة شراكة أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي يجب إعادة النظر بها، ويجب أن تكون هذه الشراكة لا تضر بالمصالح الروسية. على العكس، يجب أن يفهم الجانب الأوروبي والجانب الأوكراني بأن هذه الشراكة يجب أن تؤدي في النهاية إلى المصلحة الروسية. إذن هذه النقطة. النقطة الثانية، تحدث أيضا اليوم في الأمس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أيضا عندما اجتمع مع مجلس الاتحاد الفدرالي الروسي، قال بأن يجب على واشنطن أن تكف عن اللعب. يعني أن أولا أن لا تدخل في الشأن الداخلي كما ذكرت في التقرير. حقيقة هي دفعت أموال هائلة لبعض عناصر أو بعض أعضاء
من المعارضة الروسية داخل موسكو، والآن هي عندما فشلت بإقامة ما يقال ما يسمى على بفترة بالربيع الروسي، هي لم تستطيع أن تنبت ظهور ربيع روسي حقيقة في موسكو، فلجأت إلى دول الجوار. لهذا قال نتمنى بأن واشنطن لا تتدخل بشكل سيء في كييف، على العكس يجب عليها أن تضغط إن أرادت السلام حقيقة أن تضغط على كييف لتقوم بتنفيذ اتفاقية مينسك، وهي تم الاتفاق عليها. أخيرا وسريعا دكتورة ثريا، هل من وجهة نظرك هذه التصريحات أو هذه الرسائل الموجهة إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الغرب بشكل عام، يعني الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تفهم من الطرف الآخر أنه إذا تم الاستمرار أو إذا استمرت الولايات المتحدة في التدخل في الشأن الروسي أو محاصرة روسيا سياسيا بهذا الشكل، ربما يكون لروسيا من الأوراق ما يمكن أن تظهرها في أوقات أخرى قد تراها مناسبة؟ بالتأكيد، نحن نعلم بأن موسكو تمتلك العديد من الأوراق والعديد من الملفات الساخنة والشائكة، والتي نعلم وتعلم حتى الإدارة الأمريكية في واشنطن بأن فقط مفتاح هذا الملف وحل هذا الملف هو في الكرملين تحديدا. يعني مثلا كرد عسكري، في الأمس انطلقت مناورات، أكبر مناورات عسكرية ما بين الصين وبين روسيا، أيضا اتخذ على مستوى وزارة الدفاع الروسية النية في نشر منظومة ما يسمى المنظومة الصاروخية اسكندر ام، وهي أكبر منظومة صاروخية. ربما لدينا أصبحت لدينا معلومات كافية عن مقدرة هذه الصواريخ. ستقوم الإدارة العسكرية الروسية بنشر ما يسمى منظومات اسكندر في مقاطعة كالينينغراد الروسية. ليس هذا فقط، الآن تعمل روسيا على تعزيز قوة عسكرية هائلة في منطقة القرم، وبكل هذا رسائل واضحة استعدادا لأي تغير أو متغير. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتورة ثريا الفرة، المحللة السياسية، حدثتينا مباشرة من موسكو العاصمة الروسية. سريعا جدا نتصفح معكم الصحافة الأوروبية، وبداياتنا من صحيفة ديلي تيليغراف اللي نشرت تقريرا عن المخبر الذي ساعد المخابرات الأمريكية في الوصول إلى المكان الذي كان يختبئ فيه أسامة بن لادن طبعا في باكستان. تقول الديلي تيليغراف أن الضابط السابق في الجيش الباكستاني عثمان خالد هو الذي يعتقد أنه زود المخابرات الأمريكية بالمعلومات التي أدت إلى مقتل بن لادن في عام 2011. منح خالد اللجوء السياسي في بريطانيا منذ 35 عاما، وكان يعيش في لندن، وتوفي العام الماضي عن عمر ناهز 79 عاما. أما صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية نشرت تقريرا عن سعي الفلسطينيين إلى حظر إسرائيل في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتقول الصحيفة أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بلاتر التقى المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين في محاولة لحل الخلاف وتجنب التصويت السياسي في تسوغش الأسبوع القادم. تضيف الفاينانشال تايمز أن الفلسطينيين يسعون إلى كسب أصوات في الهيئة الدولية ضد إسرائيل لخرقها قوانين الاتحاد الدولي، إذ يتهمونها بمنع حركة اللاعبين واحتجاز التجهيزات الرياضية التي تصل إلى الفلسطينيين. ومن الصحافة الفرنسية صحيفة لو فيغارو التي قالت في افتتاحيتها أن 10 أشهر من الغارات الجوية لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا قد حالت دون سقوط مدينة كوباني وساعدت على استعادة مدينة تكريت. ولكن تضيف الصحيفة أن الغارات الجوية لم تضعف الخلافة بشكل أساسي، والدليل على ذلك أن مقاتل التنظيم تمكنوا من السيطرة على مدينة الرمادي التي تبعد 100 كيلومتر عن بغداد العاصمة، كما باتوا يهددون مدينة تدمر الأثرية التي تبعد 200 كيلومتر فقط عن دمشق. وتنقل صحيفة ليبراسيون الفرنسية أيضا عن ناتاشا بارتو الناطقة باسم المفوضية الأوروبية قولها إن المفوضية تحدثت مع الحكومة الفرنسية عقب التصريحات المتناقضة التي أتلى بها كل من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ووزير الداخلية برنار كازانوف الأسبوع الماضي، الأول بالموافقة على المقترحات الأوروبية والقاضية بتحديد مكان تواجد طالب اللجوء ثم المباشرة في توزيعهم على البلدان الأوروبية بطريقة متكافئة، أما الثاني فهو الرفض التام لتلك المقترحات. إذن تناقض بين المسؤولين الفرنسيين إزاء موضوع الهجرة غير الشرعية أو طلب اللجوء بشكل عام. وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة من الاتجاه الشمالي، نلتقي بكم الأسبوع القادم في ذات الموعد. إلى اللقاء.